بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 69. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. يجيب على استفساراتكم ورسائلكم الشيخ صالح فوزان الفوزان، أستاذ بالمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. هذه رسالة من محمد شوقي مصطفى من العراق الموصل، شارع خالد بن الوليد. يقول في رسالته: إنني أريد الزواج من ابنة خالتي، وعلمت أن خالتي قد رضعت من والدتي معي ونحن أطفال، هل يجوز الزواج في مثل هذه الحالة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما ذكرته من أن خالتك رضعت من أمك وأن لها بنتا، فهل يصح لك أن تتزوج منها؟ الجواب أنه إذا كان الرضاع الذي ذكرته 5 رضعات فأكثر وكان في الحولين، فإنه لا يصح لك أن تتزوج من هذه البنت، لأنك خال لها من الرضاعة، لأن أمها رضعت من أمك، فصارت أمها أختا لك من الرضاعة، وبنتها تكون بنت أختك من الرضاعة، فلا تحل لك، والله تعالى أعلم. شكر الله لكم. أيضا هذه رسالة وصلتنا من المتوكل آدم من جمهورية بنين، مقيم بالرياض بالمملكة العربية السعودية. يقول في رسالته: هل يجوز للإنسان أن يتبول وهو واقف؟ ما حكم هذا جزاكم الله خير؟ يكره التبول من الإنسان وهو واقف إلا لحاجة، إذا كان محتاجا لذلك، أن يكون به مرض ولا يستطيع القعود، فلا بأس أن يتبول وهو واقف، أو كان المكان متوسخا ونجسا، فإذا جلس تلوث به كونه محل نجاسات أو لكونه فيه دحض وطين فيتلوث الإنسان إذا جلس، فلا مانع أن يتبول وهو واقف للعذر. أما من غير عذر فإنه يكره له أن يتبول وهو واقف، لأن ذلك قد يكون سببا في إصابته بالنجاسة وتطاير البول إليه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. أيضا يقول المتوكل في رسالته الثانية: ذهبت إلى المسجد فوجدت صلاة الجماعة قد انتهوا من صلاتهم، ووجدت إنسانا يصلي بمفرده، هل يجوز أن أقف وأصلي بجانبه على أساس هذا الفرد الآخر هو الإمام وأنا المأموم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نعم، يجوز على الصحيح من قولي العلماء، إذا أدركت إنسانا يصلي منفردا وقد فاتتك الصلاة، فإنه لا بأس أن تدخل معه وتصليان جماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة مهما أمكن، وقد أمكن ذلك بوجود هذا الذي يصلي، فإنك حينئذ تصلي معه، الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من... والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل، فجاء ابن عباس رضي الله عنه ودخل معه في الصلاة، وقام عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فهذا ابن عباس دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة. قد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة منفردا، من ضم إليه ابن عباس في أثنائها فأقره على ذلك، وما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل على التفريق والخصوص، والله أعلم. شكر الله لكم. هذه رسالة من المستمع رحمة الله دومكي باكستاني، قرية محمد أكبر. يقول في رسالته: قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما معنى تفسير هذه الآيات جزاكم الله كل خير؟ قول الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في الآيتين الكريمتين أن من اتبع القرآن وعمل به، فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل له بأن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وفي الآية الثانية أن من أعرض عن القرآن ولم يعمل به، فإن الله جل وعلا يعاقبه بعقوبتين: الأولى
أنه يكون في معيشة ضنك، وقد فسر ذلك بعذاب القبر لأنه يعذب في قبره، وقد يراد به أيضا المعيشة في الحياة الدنيا وفي القبر أيضا، فالآية عامة. والحاصل أن الله توعده بأن يعيش عيشة سيئة مليئة بالمخاطر والمكاره والمشاق، جزاء له على إعراضه عن كتاب الله عز وجل لأنه ترك الهدى فوقع في الضلال ووقع في الحرج. والعقوبة الثانية أن الله جل وعلا يحشره يوم القيامة أعمى لأنه عمي عن كتاب الله في الدنيا، فعاقبه الله بالعمى في الآخرة. قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا عمي عن كتاب الله في الدنيا بأن لم يلتفت إليه ولم ينظر فيه ولم يعمل به، فإنه يحشر يوم القيامة على هذه الصورة البشعة والعياذ بالله. وهذا كقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. الحاصل أن الله جل وعلا توعد من أعرض عن كتابه ولم يعمل به في الحياة الدنيا بأن يعاقبه عقوبة عاجلة في حياته الدنيا وعقوبة آجلة عذاب القبر والعياذ بالله وفي المحشر، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع ألف ميم صاد، سوداني مقيم بالعراق محافظة نينوى. يقول في رسالته: حصل واشتغلت عاملا في إحدى الكنائس بأجر يومي، فما حكم هذا الأجر الذي أخذته؟ هل هو حلال أم حرام؟ أفيدوني في ذلك جزاكم الله كل خير. لا يجوز للمسلم أن يعمل في أماكن الشرك وعبادة غير الله عز وجل من الكنائس أو الأضرحة أو غير ذلك، لأنه بذلك يكون مقرا للباطل ومعينا لأصحابه عليه وعمله محرم، لا يجوز له أن يتولى هذا العمل. وما أخذته من الآجار في مقابل هذا العمل كسب محرم، عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولو تصدقت بهذا المبلغ الذي حصلت عليه لكان أبرأ لذمتك و يكون دليلا على صحة ندمك وتوبتك. الحاصل أن المسلم لا يجوز له أن يكون معينا لأهل الباطل ولا يكون أجيرا في أماكن الشرك ومواطن الوثنية كالكنائس والأضرحة وغير ذلك من أعمال الكفار والمشركين، لأنه بذلك يكون معينا لهم على الباطل ومقرا لهم على المنكر ويكون كسبه حراما والعياذ بالله. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من عبد الرحيم خميس بغداد، يقول في رسالته: إذا ارتدى الحاج ملابس الإحرام ونوى الحج والعمرة، ما هي الأعمال التي يجب عليه القيام بها؟ أفيدوني في ذلك مأجورين. إذا نوى الحج والعمرة، نعم، فإنه إذا نواهما من الإحرام، إذا نواهما من بداية الإحرام أو نوى العمرة أولا ثم نوى الحج وأدخله عليها، فإنه يكون بذلك قارنا بين الحج والعمرة، بمعنى أنه أحرم بنسكين معا، أو أحرم بنسك العمرة وأدخل عليه نسك الحج فصار قارنا. والذي يلزمه من العمل وأن يبقى على إحرامه، فإذا قدم مكة فإنه يطوف طواف القدوم وهو سنة، ثم إن سعى بعده سعي الحج والعمرة مقدما فلا بأس بذلك، ثم يبقى على إحرامه إلى أن يأتي يوم عرفة ويخرج عرفة ويقف بها ويؤدي مناسك الحج بوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره ثم طواف الإفاضة والسعي بعده إذا لم يكن سعى بعد طواف القدوم، ويلزمه ذبح هدي التمتع لأنه جمع بين نسكين فصار يلزمه الهدي. هذا الذي يلزم القارن، يلزمه أن يبقى بإحرامه إلى أن يؤدي المناسك يوم العيد، ويكون عليه طواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد للحج والعمرة، ويكون عليه فدية كما ذكرنا، لأن أعمال القارن كأعمال المفرد، إلا أن القارن نوى حجا وعمرة، يعني نوى نسكين، ويلزمه الهدي كما ذكرنا. نعم. يقول: وإذا نوى الحج فقط ماذا يجب عليه؟
إذا نوى الحج أيضا يبقى على إحرامه حتى يؤدي مناسك الحج، يعني يقف بعرفة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه أو يقصر ويرمي الجمرة، يؤدي المناسك كاملة، الوقوف والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره والطواف الإفاضة والسعي. لكن المفرد ليس عليه هدي لأنه لم ينوي نسكين وإنما نوى نسكا واحدا فقط، فليس عليه هدي واجب. والأحسن للقارن والمفرد أن يفسخ نية القران ونية الإفراد إلى نية التمتع، فإذا وصل إلى مكة فإنه يحول إحرامه إلى عمرة، يعني يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ويحل من إحرامه، إذا صار يوم التروية واليوم الثامن أحرم بالحج وأدى مناسك الحج، فيكون أدى العمرة أولا ثم بعد ذلك أدى الحج بعدها ويكون عليه فدية. هذا هو الأفضل والأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين أحرموا معه ولم يسوقوا الهدي، أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، فدل ذلك على استحباب فسخ نية الحج إلى العمرة، هذا هو الأفضل والأكمل. أما لو بقي على إحرامه على الصفة التي ذكرناها حتى أدى مناسكه فلا حرج عليه في ذلك. بارك يعني الله. لو بقي على نية القران أو على نية الإفراد كما ذكرنا وفصلنا فلا حرج عليه في ذلك، إلا أن الأفضل له أن يتحول من نسك القران ونسك الإفراد إلى التمتع، هذا هو الأفضل والأكمل. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع علي عبده الجابر محمد حاتم لوائب، يقول في رسالته: أقيمت الصلاة وأنا في الصف الأول من الصلاة وخلف الإمام صليت ركعة واحدة، لكنني تذكرت أن وضوئي قد انتقض ولم أدري ماذا أفعل وأنا في الصف الأول، فأكملت معهم الصلاة، أفيدوني، فإذا كان يجب علي ماذا كان يجب علي حينما ذكرت أن الوضوء قد انتقض، وهل صلاتي صحيحة في تركي لتخطي رقاب الناس أو أنها غير صحيحة، أفيدوني بارك الله فيكم. صلاتك غير صحيحة على كل حال، لأن ما دام أنك على غير وضوء لا تصح منك الصلاة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فصلاتك بدون وضوء غير صحيحة، وما فعلته من الاستمرار في الصلاة بعد علمك أنك لست على طهارة هذا خطأ، خطأ كبير، الواجب عليك أن تنصرف وأن تخرج من المسجد وتتوضأ وترجع لإدراك ما بقي من الصلاة مع الجماعة، هذا الواجب عليك. أما أن تستمر في الصف وأنت على غير طهارة وتصلي مع الناس وأنت على غير طهارة فهذا خطأ كبير لا تعود لمثله، ولا حرج عليك إذا خرجت واخترقت الصفوف إن كان هناك مخرج من غير أن تخترق الصفوف أخرج منه، وإلا أخرج ولو اخترقت الصفوف لأنك معذور في هذا، ولا حرج عليك في هذا. أما أن تستمر أنت على غير طهارة وتركع وتسجد هذا لا يجوز، هذا خطأ كبير. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع سين حا حا سوري يعمل في اليمن الشمالي، يقول في رسالته: منذ مدة طويلة وكنت يومها غائبا عن أهلي حضرت إلى البيت فوجدت أخي الأصغر مني يسيل الدم من رأسه ووالدي وإخواني حوله يعالجون جرحا في رأسه، فسألت عن الذي جرحه فقالوا لي إن ابن عمه ضربه على رأسه فشجه نتيجة مشاجرة وقعت بينهما، وقد غضبت كثيرا يومها فقلت علي الحرام لأجرحه كما جرح أخي، وبعد مدة قليلة قام شخص بالصلح وصالحهما. السؤال: ما حكم قولي علي الحرام؟ والعرف عندنا الذي يقول علي الحرام كأنما يقول علي الطلاق، ما حكم هذه اليمين وهل تقع علي كفارة؟ أرشدوني بارك الله فيكم. الذي ينبغي للمسلم في مثل هذه المواقف الصبر والتحمل والحلم وعدم العجلة وعدم التسرع، فما فعلته من هذا التسرع وهذا الغضب هذا لا يليق بك، وأما ما تلفظت به من الحرام على أن تنتقم من الجاني فهذا يرجع إلى نيتك، إذا كنت نويت بالحرام نويت به طلاق زوجتك فإنه يكون طلاقا على ما نويت، وإذا نويت به الزوجة نويت أن الزوجة حرام، يعني قصدت بقولك علي الحرام أي أن زوجتك عليك حرام ولم تنوي به طلاقا فإنه يكون ظهارا، يلزمك كفارة الظهار وهي صيام شهرين متتابعين،
كفارة الظهار أولا العتق، إذا قدرت على اعتاق الرقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع الصيام لعذر شرعي فإنك تطعم 60 مسكينا، هذه كفارة الظهار. أما إذا كنت نويت به يمينا فقط، لم تنوي به طلاقا ولم تنوي به ظهارا، وإنما قلت علي الحرام ولم تنوي لا الطلاق ولا الظهار، فإنها تكون يمينا مكفرة، يلزمك كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين على التخيير، أيها قدرت عليه أجزأك، العتق أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة 10 مساكين لكل مسكين ثوب أو إزار ورداء حسب عادة البلد. فإذا لم تستطع شيئا من هذه الأمور الثلاثة فإنك تصوم 3 أيام، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. والحاصل أن قولك علي الحرام فيه الأمور الثلاثة: إن نويت به الطلاق فهو طلاق على ما نويت، وإن نويت به الزوجة أي حرمت زوجتك به فيكون ظهارا، وإن لم تنوي طلاقا ولا ظهارا وإنما نويت اليمين فإنه يكون يمينا مكفرة. الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من جاسم حمادي بغداد الجديدة، يسأل في رسالته ويقول: تزوج ابن أختي، بل تزوج ابن أخي ابنتي قبل أكثر من 20 عاما، والآن يرفض ويمنعني من رؤية ابنتي وبنات ابنتي، فما رأي الشرع في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير. على كل حال، الله سبحانه وتعالى أمر بصلة الأرحام ونهى عن القطيعة، فهذا الذي ذكرت من أن زوج ابنتك يمنعك من رؤيتها ورؤية أولادها أمر لا يجوز، لأنه حملك على قطيعة الرحم وحال بينك وبين صلة الرحم التي أوجب الله عليك صلتها، ولأنه حرمك أيضا من رؤية أولادك مع العلم بشفقة الوالد على أولاده وحرصه على رؤيتهم، فحال بينك وبين أولادك يكون آثما في ذلك، إلا إذا كان له عذر شرعي يبرر ذلك، لأن كان في رؤيتك لهم أو تمكينك من الوصول إليهم مفسدة، فهذا له وجه، له أن يمنع. إذا كان في تمكينك من رؤيتهم وزيارتهم مفسدة فله أن يمنعك من ذلك، أما إذا لم يكن هناك مفسدة فإنه يحرم عليه أن يحول بين القريب وقريبه، ولا سيما الوالد وأولاده. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلتنا من عبد الله عبد الرحمن من السودان، يقول في رسالته: هل تجوز الصلاة خلف إمام يعتقد بالأولياء والصالحين؟ أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم. الاعتقاد بالأولياء والصالحين أنهم ينفعون أو يضرون أو يشفون المرضى أو يفرجون الكروبات كما يعتقده القبوريون اليوم لأصحاب الأضرحة، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، صاحبه خارج من الملة، لأنه يعبد غير الله عز وجل، لأنه لا يملك الضر والنفع وتفريج الكروبات وقضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله، لا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. والاعتقاد بالأموات والمقبورين أنهم ينفعون أو يضرون، أو حتى بالأحياء، الاعتقاد أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى من شفاء المرضى وجلب الرزق ودفع الضر، هذا شرك أكبر، لأنه تعلق على غير الله سبحانه وتعالى وتوكل على غير الله عز وجل، وصرف أعظم أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فهذا الإمام إذا كان كما ذكرت فإنه ليس من أهل الإسلام ما دام على هذا الاعتقاد، ولا تصح إمامته لأنه مشرك بالله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. أيضا يسأل هذا السائل ويقول: مسجد تقام فيه بدعة في كل أسبوع، هل تجوز الصلاة فيه؟ وإذا أوقفت هذه البدعة هل تجوز الصلاة فيه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. أنت لم تذكر نوع هذه البدعة، ولكن على كل حال البدعة محرمة، ولا سيما عملها في المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى أو مواطن العبادة، لا يجوز أن تقام فيها البدعة، لأن البدع ضد الشريعة وضد العبادة، وهي من عمل الشياطين وأتباع الشياطين، فلا يجوز أن تعمل البدعة من المسلمين مطلقة في أي مكان،
ولا سيما في المساجد. هذا المسجد الذي تقام فيه بدع إذا كان بإمكانك أن تزيلها إذا حضرت وأن تمنعها فإنه يجب عليك ذلك، أن تذهب إلى هذا المسجد وتمنع هذه البدع وتصلي فيه، تقيم الصلاة فيه وتعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى وبإحياء السنة وإماتة البدعة. أما إذا كنت لا تقدر على إزالة هذه البدع والمنكرات من المسجد فعليك أن تلتمس مسجدا آخر ليس فيه شيء من البدع وتصلي فيه. نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول فيه: تقدم شاب لخطبة أختي وسبق أن سمعت أنه يختلس أحيانا، وأشار إلي أهلي بذلك فأخبرتهم بما سمعت عنه ونصحتهم ألا يستجيبوا لذلك، والآن تم الزواج مع العلم أنه كان في وسعي أن أوقف هذا الزواج، فماذا أفعل ليكفر عما حدث؟ أفتوني جزاكم الله خير. ما دمت قد أبديت النصيحة وبينت ما في هذا الشخص ولكن أهلك لم يقبل النصيحة وأقدم على تزويجه، فقد أديت الواجب ولا يلزمك أكثر من هذا، إلا أنه يلزمك أن تواصل النصيحة للشخص نفسه، لهذا الشخص، أن تواصل النصيحة له وأن تحذره من هذا الأمر وأن تخوفه بالله عز وجل، هذا الذي يسعك. وإذا أمكن أن تؤثر على أهلك بمثلا طلب مفارقة ابنتكم منه إذا أصر على هذا العمل السيء وعلى السرقة والاختلاس، إذا أمكن أن تؤثر على أهلك وأن تطالب بمفارقة هذا الرجل السيء لبنتكم فهذا شيء طيب. نعم، فعليك أن تبذل ما تستطيع، والله تعالى أعلم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب على استفساراتكم ورسائلكم الشيخ صالح فوزان الفوزان أستاذ بالمعهد العالي للقضاء. إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، نشكركم لحسن المتابعة ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نلتقي في الغد وأنتم بخير وعافية. قام بهندسة الصوت الزميل مطر الغامدي، والسلام عليكم.